خلينا نروح لسالة حامد زميلتنا من ارض الملعب ولقاء مع احد نجوم الفريق احمد مهيب. اليك الكلمه يا سالة. بشكرك طبعا جدا يا كابتن هيثم، واكيد برحب بيك مره ثانيه وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم، يعني في هذه اللحظات معي واحد من نجوم مباراه اليوم كابتن احمد مهيب. كابتن احمد، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا اداء يعني قوي ومتميز من كل لاعبي النادي الاهلي النهارده. يمكن انتوا كنتوا عايزين تصالحوا يعني جماهير النادي الاهلي بعد طبعا خساره اللي كانت امام يعني مصر التامين. اولا بحيي كابتن هيثم وضيف الكرام، يعني الحمد لله على المكسب النهارده. زي ما بتقول يا سالة، فعلا الماتش اللي فات يعني ربنا ما ارادش ان احنا نكسب. صالحنا جماهير النادي الاهلي النهارده الماتش، يعني كنا بنامل ان الاداء يبقى احسن من كده، بس الحمد لله ان احنا قدرنا في الاخر نحسم الفوز لصالحنا، يعني الحمد لله. كابتن مهيب، طبعا يعني خليني برضو اسالك، يعني يمكن سالت كابتن عمرو على الروح الكبيره والروح الحلوه اللي كانت ما بينكم وما بين جميع لاعبي نادي الزمالك، يمكن طبعا عشان انتوا دايما برضو مع بعض في منتخب مصر، فشفنا في روح حلوه جدا منكم كمان قبل بدايه المباراه. والله الحمد لله، يعني الروح دي موجوده مع كل اللعيبه، احنا كلنا اخوات نادي الزمالك، كل الانديه يعني، وده اللي المفروض يبقى ما بين كل الناس يعني. فالحمد لله النهارده الماتش عدى على خير، الحساسيات اللي بتبقى ما بين الفرقتين، بس الحمد لله الماتش مشي عادي ومفيش اي شداء ولا اي حاجه، بس يعني الحمد لله. كابتن مهيب، طبعا شايفين منكم استعدادات كبيره جدا، يمكن مش بس يعني الايام دي، يمكن على مدار يعني الموسم من ساعه ما ابتدى شايفين استعدادات منكم كبيره جدا. يمكن فرحتوا جماهير النادي الاهلي يعني بعد ما حصلتوا على اول ثلاث بطولات في الموسم، يعني ان شاء الله ازاي هتستعدوا للفتره القادمه وطبعا بقيه المباريات في بطوله الدوري؟ والله الحمد لله الثلاث بطولات اللي احنا خدناهم، وده بيحط علينا بريشر ان احنا لا لازم كل البطولات ان ناخدها ان شاء الله. الماتشات دي يعني بتجهزنا ان شاء الله للفاينلز، بنلعب ماتشين في الاسبوع وده طبعا مش قليل خالص، بنريح يوم واحد في الاسبوع. كل ماتشات جامده من الاول لحد يعني الثمان فرق كلهم كله بيكسب بعض، فده بيحط بريشر علينا، بس الحمد لله ان احنا بنقدر نكسب الفرق كلها واحده واحده، وبناخد ستيب باي ستيب ان احنا نجهز ان شاء الله للفاينلز يعني. ان شاء الله كابتن احمد، طبعا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لكم التوفيق طبعا الفتره القادمه، ودايما تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. شكرا ليكي وشكرا لقناه النادي الاهلي. شكرا. طبعا يمكن ده كان يا كابتن هيثم لقائنا مع كابتن احمد مهيب، واحد من نجوم اللقاء اليوم.